السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة Everything with Dadah. اليوم إن شاء الله أنا حنعمل معكم شتكحة تاع الدجاج. واش نحبوا في هاد الشتكحة تاع الدجاج؟ طرف تاع البولي. أنا توجور كي نخبي أشاك فوا نخبي لي كويس نلايمهم وندير بهم شتكحة. الصدر أون جينيرال على بالكم في الشتكحة جو نسي با، ولا نتوما كيما أنا يحبوا ياكلوا لي كويس والصدر توجور يقعد. ألوغ واش نديرلو؟ أنا هنايا نرحيه نديرلو لا شابلور ونعاود نديرلو نفس التتبيلة تاع الشتكحة تاعنا. انا واش ندير هنا؟ كيما وريت لكم لا ديرنيغ فوا، انا هنايا نستعمل الدرسه وليو ندرس في المهرس نديرها بالميكسر. ندير شويه زيت شويه ماء، ندير فلفل عكري. انا هاد المره درت فلفل دريس باسكو الشتكحه تاع الدجاج تحب شويه كامام الحار، اللي ما يحبش الحار ما يديرش. وندير الزيت قلت لكم والماء والعكري. انا هنا واش ندير؟ نص تاع التتبيله هذه نحطها هنايا نتبل بها الدجاج ديالي، والاخرى نخليها لاصوص. انا هاد التتبيله زيد لها شويه ماء سخون هكذا، فوالا، ونزيد لها شويه كمون شويه فلفل كحل، ماشي بزاف، هي ما تجيش بفلفل كحل على كل حال، بصح انا نحب ندير لها شويه الكركم باش يعطينا لون بنه ولون ماشي بزاف تاني الكركم، يعطينا هذاك اللون الاصفر الجميل. وبيان سور كمون، كاين اللي يحب يدير الحرور، انا ندير لها الكمون هكذا ونخلط وندير الدجاج تاعنا هنايا. اونتخو طون نشعل على الطنجره ديالي، نشعل على الطنجره ونخلي الزبده تاعي، نخلي الزبده تاع كاين اللي يحب يدير سمن، انا ندير شويه زبده شويه زيت ونخليهم على نار قليله يذوبوا هكذا، ونحط الدجاج ديالي كامله في هذه التتبيله هكذا. ديروها بيدينا خلوها بيان تتشرب الشتكحه تاع الدجاج. ولا حبيتوها تجيكم بنينه تبلوا الدجاج ديالكم وخلوه يريح، كيما يريح شي ريح نص ساعه على الاقل باش الدجاج ديالنا يجي بنين هكذا. انا نتبل دوك الدجاج ديالي ونعاود نولي لك. هنا كي داب لي دام ديالنا نحطوا هذاك الدجاج اللي تبلنا في هذيك الدرسه اللي قلت لكم فيها الثوم، ريحتو بالميكسور، الثوم العكري شويه زيت الملح طبعا. فوالا ها هو ليك بولي تاعنا. و دو بريفيرونس كي طيبوا الشتكحه تاع الدجاج طيبوها في طنجره تكون ثقيله وتخلوها طيب على نار قليله. انا ها هو ليك نغطي عليها ونروح لهذاك الصدر تاع الدجاج. فوالا انا التتبيله هنا اللي قعدت ها هي ليك، علاش ولا يتبان لكم اللي قعدت نرمي فيها هذاك هاوليك الصدر تاع الدجاج، درت فيه شويه تاع لا شابلور تعطيه طراوه. ونخلط هذاك الدجاج في هذه التتبيله وندير هذه بولات ونحطها تتقلى مع الدجاج وبعد نمرخ ونخليهم يطيبوا كيف كيف. انا هنايا شتتها تاع الدجاج ديالي فلاصوص تاعها ندير لها شويه بصل باش تنحي لها شويه هذاك باش الثوم ما يجيش قوي. بسم ندير ما نديرش انا هنايا في يسمى في القدره راني ندير شويه بصل هاوليك. انا دوك هنايا نخلطها مليح وندير هذه بولات ونعاودو نوليو. كي قلينا الدجاج في الزبده وتقلى شويه، هذيك النص تاع التتبيله الدرسه اللي درناها نحطوها هنا تانيك هادي، ومن بعد رانا نديرو فيها الماء ونزيدو نمرقو بها ونزيدو نديرو البصل. قلت لكم شويه تاع بصل، قيس واحد نص حبه بصل هكذاك ونخليوهم كامله يتقلاو مع الدجاج ديالنا. انا عايلك تكون تقلات تقلى الدجاج ديالي. واش ندير؟ نمرقو، ندير عندي هنايا نص مغرفه تاع ميم با ربع مغرفه تاع طوماطيش، راني حليتها في شويه تاع الماء هكذا. فوالا ندير غير بالعقل، وانا الحميصه عندي هي طايبه يسمى كي قريب يطيب الدجاج ديالي نرمي الحميصه. فوالا نمرق غير بشويه، وعندي هنا شويه ما سخون قلت لكم دو كوتي ردوا بالكم المرقه سينو يصرى لكم كيما ديك الحكايه تاع زمان. دوك نحكيها لكم تضحكوا شويه. قالك زمان كانت واحد المراه مسكينه طيب في الفطور ديالها وزلقت يدها في المرقه سكيفي جاتها الماكله شورورو.
من كي جا راجلها سقات له، هو غير ضرب المرقه يعني المغرفه في الطبسي، قالها ضرب لها معنى. هو على كل حال قالها ايه المره المرقه مرزاقه، فرحت مسكينه حسبت لا ويشكر فيها. قالت له لو كتشوف اللي في الطاقه، هي مسكينه كي مرقت هكذاك وجلت يدها في المرقه حكمت لا ماجوريتي تاع المرقه وخباتها في الطاقه. اسمها وكي ضرب لها معنى وعايرها انديريكتومون، قالها المره المرقه مرزاقه. ضحكت قالت له كتشوف اللي في الطاقه مسكينه، ناس النيه تاع زمان. هذه هي فوالا، انا هنايا راني مرقت و يفو فيغ تري اتونسون، مرقو غير بشويه ما تقلقوش الماء سينو يصرا لنا كيما هذيك المخلوقه. ومن بعد هنايا نرمي لي بولات ديالي تاع الصدر تاع الدجاج اللي درناهم، نوزعوهم هكا في المريقه تاعنا. تجي واحد الشطحه تاع الدجاج واش نقولكم هايله، هكذا هكذا كوم سا. انا هنا نزيد لها شويه مرقه هكذا شويه برك فوالا، ونخليها طيب، نغطي عليها ونخليها على نار قليله طيب. انا كي قريب يطيب الدجاج ديالي نرمي له الحميصه تفاصيلو باك نعاودو نولو. هاوليك نشوفو الهضره تاعنا، هاوليك الدجاج بدا يدخلو طياب. انا هنايا نرمي الحميصه تاعي، الحميصه تاعي بخاسك طايبه على بالكم كي طيبوا الدجاج، الدجاج ما فيهش الروح، نسيو توجور نطيبوا الحميصه تاعنا بشويه ملح وفلفل كحل ونصفيوها ونخبيوها في الكونجيلاتور، نلقاوها كي نطيبو هكذا حاجه فراجيل كيما الدجاج. مالاتك هكذا انا نزيد لها واحد 10 مينوت ولا هكاك 10 دقائق ربع ساعه ونتلاقاو في طبق الشطيحه تاعنا. طابت من جمرة على نار قليله. نتمنى انه هذه الوصفه عجبتكم ولا بلوتو الطريقه تاعي عجبتكم. وبمناسبه عيد المراه نقول لكم كل عام وانتم بخير وربي يهنيكم وربي يسعدكم ان شاء الله. ما غير على بالي لا فيديو تهبط دوما ماتان، مي معليش ميو فوتار كو جامي. والمره الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.